صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، هل يدل ذلك على أن القول الأول هو الراجح أو هو القول؟ لا، العود ما هو إلى القول، العود إلى الفعل. يعودون لما قالوا يعني يريدون، يعزمون على الجماع. يعودون لما قالوا يعني يعزمون على الجماع، لا يحل لهم حتى يكفروا. فمعنى العود هنا العزم على الوطئي، العزم على الوطئي. نعم. وأما أنه يعود إلى القول هذا رأي ابن حزم الظاهرية. نعم.